سنتين جوزيف الحاج حركة شباب الأرثوذكسية مركز جبل لبنان. بس لنحط شوية قصص في إطار، أنا ما كتير بعرفه للمطران، لأنه هو شيء مطران ما في حدا يعرفه، كثير كبير المطران جورج. واللي راح أحكيهم هلا هن شوية انطباعات يعني عن علاقتي فيه. بس كمان هيك لأرجع أحط القصص بإطارها، أنا كثير زايره للمطران بحكم إنه أنا من المنصورية، والمنصورية كثير قريبة على الرمانة، فكنا نطلع لعنده دائما يعني. مرقت فترة كل شهر نخصصه نهار الأربعاء لنزوره يعني. فرح أخبركم هيك شوية خبريات كله بالمحكي. أول شيء بحب أحكي فيه، طبعا أنا عرفتهم كنت أخدم بالكنيسة وكان يجي هو مع القداس نهار الأحد، فالمطران اللي بيترجم هيدي شغلة كثير مهمة وهيك لفتتني كثير أنا صغير، كيف بيعدك أو كيف بقول الكلام الجوهري. طبعا احنا وصغار ما كنا كثير نفهم ليش المطران عم يصرخ هالقد، يعني اللي حاضر او اللي كاين مع بقداس المطران جورج بيلاحظ قديش صوته بيفرق وبصير يصرخ وبصير يحتد اوقات هو بالوعظه او هو عم يقول الكلام الجوهري خاصه. هيدي كثير كانت تلفتني لانه يعني فهمنا بعدين انه الكلام الجوهري هو القمه الكبرى تبع الليتورجيا ومنه بينزل كل بقيه القصص. فبالتالي كان الكلام الجوهري عند المطران جورج كثير مميز هيك بوجداننا نحن كأطفال موجودين بالهيكل الحواليه، وهو هذا الشيخ عم يطلب ويستدعي روح القدس. والشيء اللي لفتني كثير بهذه الشغله انه بتعرف من بعد الكلام الجوهري وبس بس بس نستدعي روح القدس، الجو بترتي ان البرايا باسرها او انه بترتي الترتيل الثاني للعذراء بواجب الاستئهال. بهيدي الترتيلة كان المطران ينهزم يعني يفوت ويقعد على الكرسي بالهيكل ويشكر، نشوفه تعب كثير. فمرة أنا سألته قلت له سيدنا ليش تتعب هالقد بهيدي المرحلة؟ قال لي لأنه استدعاء الروح القدس عمل شاق. فهيدي كانت شغلة حلوة. شغلة تانية بخبركم إياها بتضحك، المطران عم يوعظ وبتعرفوا أوقات إخواني والمطارنة بيسألوا الناس يعني بجربوا هيك يعني يسألوا أسئلة بالوعظة. فمن جملة الأسئلة اللي كان عم يسألها المطران جورج إنه أنت بشو بتآمن؟ أنت بمين بتآمن؟ بتنط مرة من الرعية من عنا بتقول له سيدنا آمن بالحجر طبرق. فهو ولع يعني فعلا، وأكيد ما هو جهل الحديث لإلها، بس حس بهزيمة إنه أنا كل هالشغل اللي عم بعمله لإلكم تآمنوا بيسوع المسيح في شيء مش مظبوط. وهذا كمان بيرجع بيعكس شوي انه المطران كان اخذها على عاتقه خلاص الرعيه. في كمان شغله كثير بتلفتني فرانسوا كان بيقدني فيها، كنا نطلع نزوره لنعيده من بعد الفصح والقيامه، ومنظره هو قاعد بهيدي الاوضه الازاز بالمطرانيه والضوء عليه من كل الميلات وهو لابس ابيض وفرح القيامه عليه، يعني بتحس انه فعلا هو قائم من الأموات، يعني متماهي مع يسوع المسيح. وهذه البساطة اللي كان يقابلنا فيها واللي كان يحدثنا فيها، هو الفيلسوف وهو الشاعر وهو يعني جاليس بيرتسون وجاليس ماركس وجاليس نيتشه، بيعرف كثير عنهم، بس بنفس الوقت هو مطران بسيط. بس تقعد معه بتحس فعلا انه انت قدام طفل عمره 90 سنة او هلا صار عمره 100 سنة، يعني طفل عمره 100 سنة. ما رح طول عليكم، رح خبركم اخر خبريه كمان. حكينا كثير هلا، حكينا كثير عن المطران المعلم، بس انا بكذا مطرح اختبرت المطران المتعلم. جاي لعنا على الكنيسه نهار الاحد وثابت، يعني كان هذا الاحد، انا كتبت بمجله النور مقال. فبقوم بيجي بيقول لي هيدا انت اللي كاتبه لهالمقال؟ قلت له نعم سيدنا. بيقول لي والله حلو، منين هال الريفرنس تبعك يعني منين جيبه؟ المراجع. قلت له انا، قال لي صار يهز براسه هيك، شكرا سيدنا. انت انا ما بعرف شو حسيت، انت سالته قلت له والله سيدنا بعدك بتقرا مجله النور؟ هو فعلا يعني قبض هيك عصب طلع فيي، قال لي شو هالحكي هيدا؟ انا بدي ضلني اتعلم. هذا مطران جورج خضر على عمر تقريبا 90 سنة وعم يتعلم يعني من مقال كاتبه واحد ولد، انه ما له خبرة بشيء تقريبا، بس انه شوفوا هالعقل طبعا مطران جورج خضر انه عم يتعلم من هيك شغلات يعني. ف في دقيقة بعد ولا بتفضل واقف؟
بتضحك يعني اخر خبر يبقى كنا عاملين لقاء كبير للجمعيه بمركز جبل لبنان في تقريبا 100 شخص بضايعه اسمها العربانيه ومتفقين انه المطران بيجي من بعد العشاء وقبل العشاء يعني مثل ما نقول باللبناني نحن مولعينه الشباب كلهم طبل وزقيف ودربكه وكل الخلفيات شوي بيفتح الباب ونلاقي المطران واقف ما كنا بننتبه عليه يعني ضل الرأس ماشي والفيلسوف جورج قدر على الباب هونيك هلا الناس اللي انتبهت بلشت القاعة تروح يعني قاعة تقريبا قد هيدي بيقوم بيرجعوا لحتى يتباركوا منه ببلش يعيط هو بعدوا عني روحوا كل واحد يكفي الباص تبعه هلا طبعا ما فينا ما قدرنا نكفي الباص تبعه طبعا يعني انه جينا قعدنا نحن قعد احنا بالشباب صار يسأل كل واحد شوي شو بدكم تعشوني جاي جوعان نحن طبعا سخون بلاستيك ولبنه ومرتدله فقعد واكل معنا وكان فرحه كثير كبير يعني انا بعدين سالت الشماس انه ليش اجى بكير قال لي انه حابب يشارككم مش بس باللقاء حابب يشارككم بالقعده كمان وكل الوقت يعني احاديثه على التنكيت وعلى كل هالشغلات باخر اللقاء بنقول له سيدنا نطول بعمرك عقبال 100 هذا الرد المشهور تبعه بقلنا اعملوا معروف ما بقى حدا يحدد انا يمكن بدي اعيش اكثر من 100 هلا سيدنا سيدنا شكرا على كلمة